انا هعملها باللحمه، بس انتوا زي ما انا هنعملها بالظبط. لو مش عايزين تعملوها باللحمه شيلوا اللحمه وكملوا عادي. عايزين 250 جرام لحمه مفرومه، بصله، ملح وفلفل، بهارات، فلفل اخضر مقطع مكعبات صغيره، 2 معلقه كبيره بقدونس، 2 طماطم مكعبات صغيره، 1 فلفل حار، 1 معلقه كبيره صلصه طماطم، 3 معالق كبيره زيت، وبيض طبعا حسب ما عدد افراد الاسره، وشويه بقدونس وفلفل اسود مجروش للوش. طيب اول حاجه خلينا نحط شويه زيت هنا، ونجيب البصله بتاعتنا واللحمه المفرومه. هنعصج اللحمه عادي، بس انا حابه نحطها قبل ما نطلع فاصل علشان نكسب وقت انها تتحمر في الفاصل. برضو لو عملنا كمية كبيرة من اللحمة بتاعتنا والبصل والخلطة بنعمل كمية وبناخدها، ناخد نصها برضو، ممكن نحطه في التلاجة، ممكن نحطه في الفريزر ونعملها في يوم تاني. فحلو برضو ان احنا نعمل كمية، يعني نشيل شوية يبقوا جاهزين للمرة اللي بعديها. او نجيب طاسة اكبر لو عدد اللي هياكلوا منها اكتر. طيب خليني انا دلوقتي هحمر اللحمة، وخليني اخد شوية كمان علشان نشيل نص الكمية زي ما اتفقنا. وهحمر انا اللحمه ومش هعمل اي حاجه غير كده، بس تحمير اللحمه. هناخد دلوقتي بقى الفلفل الاخضر اللي عندنا. احنا طبعا بس في اخر السيجمنت اللي فات، خليني افكركم، حطينا شويه زيت وبصل واللحمه، وبعدين دلوقتي حطينا فلفل اخضر، وهنحط فلفل حراق شويه كده حلوين. وغيرنا الطاسة، جبنا طاسة أكبر بدل ما نشيل نص الكمية. احنا قلنا ممكن نشيل نص الكمية طبعا، بس أنا قلت إيه، خلي الكل ياكل، لأنها طبعا وصفة يعني لذيذة جدا جدا. طيب هنحط دلوقتي الطماطم اللي عندنا، ملح وفلفل وشوية بهارات، ملح فلفل شوية بهارات، دلوقتي هنحط بقى شوية صلصة، معلقة كده تقريبا، وهنحط عليهم يعني نقطة مية بس كده علشان كله يتسبك مع بعضه. كمان نقطة. خلاص كده تمام التمام. اخر حاجة عندنا هنحطها هي البقدونس، وهناخد بقى دلوقتي الريحة طبعا فظيعة. هناخد دلوقتي البيض اللي عندنا، وحسب بقى عدد افراد الاسرة هنحط البيض بتاعنا.